ما خلص تعبت. شو تعبتي ما تعبتي؟ يلا بنياكي نقول على العالم. شو بتسوي بالبنت؟ لازم تتدرب من وهي صغيرة عشان تجيب مراكز عالمية. لا على فكرة مش شرط. مش مصدقتيني؟ شوفي يا رقاقيش. مين يا رقاقيش؟ بطلة العالم في الجوجيتسو، أردنية، وبلشت تتدرب ألعاب قوة من وهي كبيرة، 7 سنين 10 سنين. كبيرة يعني بعد ما تزوجت. أصلاً زوجها هو اللي أخذها معه على الجيم وعرفها على الجوجيتسو. ومن هناك ربحت برونزية في دورة الألعاب الآسيوية في أندونيسيا سنة 2018، وفي بطولة العالم في أبوظبي سنة 2019 أخذت الميدالية الفضية. بس بال 2020 كسرت الدنيا واحتلت المركز الأول على العالم. خلص سلمى تعالي ما منروح يلا. بس أنتي متأكدة من معلوماتك صح؟ إذا مش مصدقتي